أعزائي المشاهدين، سلام ونعمة في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع. وهذه الحلقة نخصصها لتنامي الدعوات للعنف والبلطجة بالشارع المصري بشكل لم يعد يحتمل، ولعله سبب تفكير كثير من المصريين في الهجرة للخارج من المسلمين والمسيحيين. وتنامي العنف مرتبط بصعود التيار الإسلامي السياسي للحكم وانطلاق الدعاوى وبعض الفتاوى لارتكاب هذا العنف. يعني مثلا لعل المشاهد استمع أو شاهد لأكثر من فتوى تأمر بضرب الزوجة إذا لم تطع زوجها، ولعلنا في هذا الأسبوع سمعنا توجيه السيد محافظ كفر الشيخ سعد الحسيني اللي كتب في الصحف ونادى بلسوعة التلاميذ وقال أنا واحد من الناس اللي الضرب علمني وخلاني اتعلمت كويس. وكلنا سمعنا في حلقات سابقة عن البلطجة والعنف الموجود في الشارع المصري، والعنف لم يكن وليد ردود أفعال مثلما فعل في الأسبوع الماضي، لكنه عنف متأصل مرتبط بأيديولوجية ومرتبط بفكر، ويحتسب هذا العنف أنه لون من ألوان الرجولة ولون من ألوان القوة. كلام احنا هنشوفه لما نسمع عن بعض الدعاة انه يعتبر ان العنف هو اسلام الرجال، اما وقت الفتنة فهو اسلام النسوان، حتى مش بيقول النساء، يعني بيقولها عفوا كما قلتها كده، ان هناك اسلام للنسوان هو الخاص بوقت الفتنة، وهناك إسلام للرجال الخاص بالعين بالعين والسن بالسن والبدن.